الآخر. ومن غير هذا هو كاذب صراح. لا ينتشر، لا تنتشي النفوس بمال كثير، لا تنتشي النفوس بأخلاق فاسدة، لا، بالله، بالذي يريده الله. ولذلك أيها الأحبة في الله، إذا كانت المسائل بهذا الشكل هذا، ما علينا إلا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وجيراننا كذلك لهم الحق علينا، لهم الحق. أجارنا علينا أن يبتعد منك، كيف يبتعد منك وأنا جارك؟ هذا لابد أن تكلمه في الصلاة، أذن المؤذن فهيا للصلاة، أذن المؤذن فهيا للخير، هيا للمسجد، عندك ما تحج به فحج به. الحياة فرص لا تغير ولا تبحث عن تضيق على نفسك، الله لا يريد ضيق على نفسك، لا تستطيع. فأنا قلنا في الوضوء لا تستطيع فتيمم، في الصلاة لا تستطيع أن تواقف، لا، عليك بالجلوس. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لا تستطيع الجلوس، عليك بأن تضطجع، اضطجع وصلي. صلى الله أن يعافينا وإياكم. فلذلك معشر الشباب، هذه رسالة إلى هذه القلوب الطيبة المباركة، قلوب طيبة مباركة تعيش في صميم هذا الدين وهذا الكتاب بيننا. يريد الله عز وجل أن نأخذ منه ما تنتشي به أرواحنا، أي ما تفرح به أرواحنا في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، لن تجد نفسا بعيدة هذا قل أنه مرتاح، لا، لا، ما يصير مرتاح أبدا. ولذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة، النتيجة، العاقبة للتقوى، نتيجة لا. كيف تترك زوجة بغير صلاة؟ كيف تترك الوالد بغير صلاة؟ كيف تترك الوالد والوالدة؟ تحب الوالد، تحب الوالد، تحب الزوجة، تحب الأبناء، فعليك أن تجرهم أو أن تقودهم برفق ولين إلى أن يصلوا، أن يتبعوك إن كنت لا يصلون. كيف تصلي أنت والزوجة لا تصلي؟ كيف تصلي أنت بخير والبنات لا يصلين؟ إذا المسألة فيها رسالة، قوله صلى الله عليه وعلى آله كلكم مسؤول، ما فيش يعني ينفلت أحد من المسؤولية أبدا، كيفما كان من الفوق إلى التحت كله مسؤولية أمام الله عز وجل. فالرجل مسؤول عن نفسه، مسؤول عن زوجه، مسؤول عن بناته، مسؤول عن أولاده. وأكثر من هذا نقول أن ليس لغرض في هذا الجار، حتى الجار أتكرمه، تدخله، تلين له الكلام، تلين له كذا، تبحث عن هنه إذا كان غائبا، وأنت مقصودك وأن تلين قلبه. لاش كل هذا يعطيك فلوس؟ لا، تلين قلبه على أساس أن يسير في الطريق الذي اخترته، وليس تكون أنانيا إذا أردت هذا لوحدك. وحدك أنا أناني، أنا إيغويزم كما يقول الفرنسية، إيغويزم أكسون جي أو إي إي دو تيراري، إيغويزم معناه مرض خطير. كثير من الناس ينشأ في هذا الخطر على أنه يحب نفسه، أنا سأريد أن أصلي لوحدي، دبر راسك، أنت عيش لوحدك وعيش كي لا عيش، لا، تحب الناس وتحبهم بكل خير، وتحبهم لكل خير، وتحبهم في هذا الطريق، كما ترى نفسك وترى أبنائك وزوجك وكذا في الطريق، أريد كذلك أن أجتهد على صديقي في العمل، صديقي في التجارة، صديقي أبناء الشباب، صديقي في الدراسة. لماذا؟ تخاف من ما تخاف؟ ماذا تريد خيرا فاختر هذا، التصق به حتى تأتي بلي، أن تجره بلي إلى رفقا ولينا. ولذلك أيها الأحبة في الله، ربنا سبحانه عز وجل يريد لنا الخير، إذا اجتمعنا على الخير،
نفرح بإخواننا، نفرح بأسرنا، ونريد كذلك أن نفرح أكثر إذا رأيناهم في أحسن حال. لماذا؟ لأن لقاؤنا في الآخرة، لقاؤنا أمام ربنا، وكل سيلتصق بالأب والأب وزوجه وكذلك ابنه، واحد كل يدعوه إلى الله، قال يا ربي أنا ما أكلت وشربت كل شيء هيئه للوالد جزاه الله خير، ولكن ما دلني على الطريق أبدا. قل هذه القبلة، توضأ، هذا صلي، حاول يا ابني، حاول يا ابنتي، حاول كذا. إذا قلت هذا ربما تنصلت من المسؤولية، وأنا لا أظن أن سيتنصل الإنسان المسؤولية. عندما نقف بين يدي الله، ماذا، كيف حالك مع الأبناء، كيف حالك مع بنيات، كيف حالك؟ لماذا؟ لأن هذه مسؤولية، كلكم مسؤول، وكل مسؤول عن رعيته. ولذلك الإمام قيل بأنه الحاكم، فالإمام مسؤول راع ومسؤول عن رعيته. والإمام نقول أب، أنت أب إمام البيت، إمام البيت هو الذي ينفق على هذه الأسرة، هو الذي يكرم هؤلاء الأبناء، هو الذي يغطيهم بمحبته وأدبه ويريد لهم الخير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله كذلها، كلكم مسؤول عن رعيته. أنت ترعى نفسك، ترعى قلبك، ولكن لا يكفي هذا، لابد أن تنظر إلى ابنك وابنتك وإخوانك. بعد ذلك ننتقل نحن إلى الجيران والأسرة وكذا، عندما نجتمع لابد أن لا يكون كلامنا كله فارغا، إن فراغ شوية شوية، وبعد ذلك حدثنا، ذكرنا بالذي ينفعنا وبالذي يقوي صلاتنا مع الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، أسأل الله أن يهيئ المخير.